الدماء المرتزقة، الدماء المرتزقة الذين جاءوا لقتل أبناء مدينة مصراتة. أنا نلاحظ مبنى البريد قد تم قصفه بالطائرات، تم قصفه بالطائرات. أنا قاعة الشعب ما زالت صامتة، ما زالت في يد الثوار. هنا نلاحظ قصف المرتزقة لسيارة إطفاء الحريق التي كانت تساعد في إطفاء الحرائق لمنازل الناس العزل، الذي تم قصفه من قبل المرتزقة بأسلحة ثقيلة ومدفعية من قذائف الهاون والار بي جي. هنا نلاحظ إطلاق النار الكثيف الذي حدث على سيارة المطافي التي كانت ستسعف الناس وتطفي الحرائق منازل الناس الذين لا ذنب لهم إلا أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. السيارة عليها نوع ميم قا 14.5، الدولة عليها ثوار الأحرار من الطاغية، وتم قتل 2 من عناصر المرتزق كانوا فيها. نسمع بعض الإشارات في اللاسلكي الموجود في السيارة، يقول أن الثوار قد حاصروهم بالأسلحة الخفيفة في منطقة واقعة أمام اللجنة الشعبية العامة لمدينة نصراتة، أمام السوق مكان يعرف بالسوق المغلق. هناك يتواجد قوات المرتزقة الذين دخلوا صباح اليوم في مدينة نصراتة. وهنا الصور توضح قصف مقر البريد في مدينة نصراتة، وقصف قاعة الشعب المقر الرئيسي لثوار مدينة نصراتة. الله أكبر. جزيرة 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 لا والله جمعتنا دم ولا منهم؟